بدا وفاش غنقول لك يلا انا غنبدا الانترو غادي نبداها صافي. واصلا مول المونتاج غادي تكلف بهذا التخربيق هذا ما تخافش. المهم دبر راس وانا نبديش نتعذب ان شاء الله نتعذبش بس وقيش انتوما محترمونا. هلو شوف بلا سبان بلا اوكي شوف الرير المهم راه ما كاينش غير بوحدي على وجه هذا السيد اللي معايا هذا النهار دوزو عليا اوكي. المهم راه كنبغيكم توحشكم بزاف شكرا على الميساج ديالكم. حتى انا كنبغيكم واليوم معانا فضحتي راسك قبل ما نقدمك عرفتي اش غدير تدخل فيهم طول العرض ليتس جو. ما عرفتش شنو غادي نقول انا. المهم مرحبا بكم في فيديو جديد عند البارونة تي اكس ومرحبا بيا عند البارونة تي اكس. واش دير واحد لايك ابوني احلى بعقلي واليوم شنو غادي نديروها بعقلي يسحب اليوم غادي نرياكتيو اليوم ولا شي حاجه. لا واحد اللعبه انا باقي ما عارفهاش. على اساس انا عارفاها والله ما عارفها. المهم اليوم جبت لكم بعقلي في الجيمينغ اخوت ياك عمرو حط لكم شي جيمز في يوتيوب كاين ولا ما كايناش. صافي البارونه جابتو اليوم في الجيمز غادي نلعب واحد الجيم سميتها وي وير هير. الكونسيبت ديالها انا اللي عارفه انه بعقلي انت ما يمكنش تتحرك ولا دير شي حاجه بلا بيا وانا كذلك. بلا فهمتي صافي نعول عليك. اي عولتي على خلا مزيان ونتا عول عليا صافي بلان. المهم بلا ما نطولوا عليهم غادي نمشيو نبداو الجيم. الى وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك سبسكرايب الاتاويش كذا كذا وسير عند بعقلي وخلي لي كلمه زوينه قولي من طرف البارون. اسمع اشرح لي شنو قدامك بالضبط ورد البال الى حداك شي حيط فيه شي مثلا شي رموز ولا شي حاجه حيت انا عندي واحد الحيط هنا فيه واحد الرموز بحال احجيه خاصنا نورمالمون نقادوهم باش يقدر يتحل لي الباب. داك الحيط فيه العينين؟ لا انا ما عنديش العينين انا عندي واحد الباب في اليمين ديالو كاين فانوس واليسار ديالو فانوس والحيط اللي انفصليه عندي مكتوبه the answer lies زعما الجواب كاذب وعندي الحيط اللي انفصليه فيه واحد الرموز خاصنا تبو كاين هذوك الرموز فيهم غير جوج حروف بحال شي جوج حروف ولا لا؟ لا كاينين عندي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه وانا عندي العينين وواحد المثلث بحال ديال الماسونيه فيه عين وواحد الحروف فيه بحال الاوت تي وشي تخربيق داكشي ديال الامازيغي. غنولي الصوت الجيم كاع ما عندي صبر الو حول الو انا حسن العين انا فاطمه او ليلى الو كتسمعني؟ كنسمعك. المهم سمع عندي داك الحيط ياك شوف فيه واحد شحال قلتي لينا حروف عندك ابعقلي؟ صبر نمشي ليه بابا عندي واحد الحروف فيهم الاو تي ماشي الا المهم بحال هكا الاو فيه واحد الرجيل خارج ياك؟ لا ماشي رجل الاو فيه بحال التي صغيره وي هو هذاك او خارجه فيه رجيله ثالثه اش مرجيله تاع 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 المهم فيه بحال الموسطاش بحال الطي ولكن دايره بحال الموسطاش وكاين واحد الكروه بحال نجمه غير هي ما كاملاش داك الخط العرضي وفيه بحال دواره حيتاش عندي جوج هنايا بحال واش الا بعدتي عليها واحد شويه اجي نقول لك الدواره فيها ثلاثه ديال الخطوط ولا جوج؟ الدواره فيها ثلاثه ديال الخطوط بحال نجمه غير هو داك الخط العرضي ما كاينش. المهم ثلاثه الخطوط الو صبر لا لا هادشي غلط صبر وي مالك تحل يا سد عليا الباب بعقلي عاود انا الباب تسد عليك تحل واحد الباب ودخلت ليه هو يسد عاوتاني ياك وقدامي عاوتاني واحد الحروف اخرين واحد الرموز اخرين وباب واحد اخر يعني دخل انت شوف شي باب سير دخل منه ووريني شنو عندك قول لي شنو عندك عاود دخلت لواحد الباب واحد الدواره في هاد الطابلوات ناري هادشي كيخلعنا ري على اصوات واو هاد الباب اللي دخلت لي انا راه كندخل كنخرج يلا تحل لي دابا خاصك تقول لي الرموز اللي عندك باش نديرهم انا هنايا باش يتحل لي الباب. انت شكون اللي غادي يقول لك هذا الرمز هذا واحد حتى دوك فاش غادي نشرح هذا الرموز انا حاول دابا انت شنو عندك تما قولي لي شنو عندك تما. عندي الرموز حتى انا عندي رموز حتى انا شوف عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 رمز اللي عندي 1 2 3 4 5 6 7 حاول تشبه شي رمز بشي رمز ماشي مشكل يسير انا نفهم. انا دخلت لواحد البلاصه دايره بحال دواره وفيها الطابلوات وتحت منها كاين الرموز وراه داك الرموز هما اللي غادي تشرحهم ليا وتعطيهم ليا باش نكليكي عليهم هنا باش يتحل الباب عندي وعندك. واخا ها واحد الرمز داير بحال هذيك البلاصه ديال الجامع الا كنتي فايته ماشي للجامع الله اعلم وفي واحد الخط وواحد الرمز داير بحال الكاس
وفي جوج دوارات تحت من الكاس. جوج دوارات هذاك الرمط اللي داير بحال الكاس، ماشي الكاس العادي ديال اشي، لا كاس بحال ديال الشراب ديال برا. الو حول وضع عقلك. واحد الرمط داير بحال الفكرون وتحته خط. والو اللي تحته خط واعي عباد الله، راه ما سمعتش. راه كنسمعك مالك، انا الشكل الاول ما سمعتوش. دابا قولي لي انت الرموز اللي عندك. وراه اسمع عندي 16 رمز. يعني انت فاش كنتي كتهضر صوتك كان كيمشي، ما كنتش كنسمعك شنو كتقول، يعني غتبقى مورك على في مزيان بلا ما يطلع صبعك عليها، وشرح لي بشويه رمز برمز. المهم غنشرح لك واحد الرمز ابار الرموز ديال العيال، خليتهم دابا دخلت لواحد الكونت واحد اخر. انا كنقول لك واحد الرمز داير بحال الكاس وتحت منه بحال اليدين، عرفتي ديك الرسمه اللي كنرسموها ديال بنادم في الكتاب فيها خط. ايه عرفتها، ولكن سمع انا هنا عندي جوج الاشكال. واش هذوك الرجلين اللي لتحت جاي واحد شد على اليمين واليسر، ولا بحال نص دائره؟ عندي سمع الرجيلات اللي لتحت جوج ولا ثلاثه؟ لا جوج هاد المره. اي جوج دونك هذا والله حتى جوج. زيد والفوق ديالو ما كاينش راس، كاين بحال ديك اللعبه ديال الكاس فهمتي، ديال برا اللي كتحطوا فيه الشراب. ضيعت واحد الكاس. انا راه واقيلا غلطه، راه عندي هنا هادشي فشي شكل. سمع عندي واحد الطاب. ورا شنو عندك انت؟ قولي لي شنو عندك تما. انا راه عندي طابلوات تحت منهم رموز، انت شنو عندك؟ بس خاصني نحط فيهم دوك ثلاثه ديال اللعيبات، وفي داك الطابلو عندي واحد الشكل ما عرفتش واش قرد واش نعامه واش حلزونه، المهم شي حاجه بشكل. كاين نعامه في بحال لعبه ديال البوشه كله، كاين ديناصور داير بحال النعامه. انت شت خربقه هذه؟ كاين ري يا ربي السلامه، كاين واحد الجمجمه داير بحال ديناصور فيها اللعبه ديال البوشه. دونك دابا انت خاصك تحل هذاك اللي عندك، وانا نحل اللغز اللي عندي باش نقدروا نخرجوا. الا بغيت نهز شي حاجه على ما نورك على اف ولا او. شوف انت عندك العافيه شاعله. عندي العافيه شاعله. طفي حبه عدا واحد بنت لي انا كنطفى، قلت شفت انت طفات تقدر ترى شي حاجه. خاصني نحل داك اللغز اللي عندي، عرفتي انا قاسه كنخربق كنجرب. انا راه كنهز دابا في الكتوبه وتركي ووركي وداك التخربيق. في الكتوبه انا عندي دوك الرموز اللي خاصني نقادهم في الطابلو. لا غلط. عرفتي هزيت واحد الكتاب ما عرفتش كيفاش غادي نحطو، طالع ليا في وجهي دابا. عندي راس ديال المعزه، برجلين ديال طير بقر، ياك في البادي ديال القرد، في الزنطيط ديال الحلزون. واحد الكتاب هو لقيت فيه الرموز، هادشي كامل الرموز. دابا حلي الوناقش كي بين ندير لها؟ ودابا انا لقيت مشكل، هزيت واحد الكتاب ما بقاش باغي يتلاح ليا. كليك على اف. طيب ديك الفول صافي تلاح. او ما عرفتش شنو كيعني داك الطابلو اللي دايرين ليا صاحبي، راه صعيب هادشي وحق الله. A few moments later الرموز ياك في واحد جوج 15 رمز. لا اسمع ليا، انت اللي عندك ديك 15 رمز، انا عندي غير ثلاثه هما اللي غادي نعطيهم لك. ودابا شرح لي هذاك الطابلو شنو فيه، داك الطابلو اين رسمه فيه، واش نعامه ولا شي تخربيقه بحالو؟ اسمع الطابلو اللي عندي الراس ديال الجمجمه، ياك الراس ديال الجمجمه والبادي ديالو بحال داك الطاير بقر، عرفتيهم اللي كاينين في قناتهم. زيدي قولي ليا الراس ديال الجمجمه، البادي ديال داك الطاير بقر اللي قلت لك، والرجلين بحال ديال النعامه طوالين وصفرين. وما فيش واحد اللعيبه في ظهره دايره بحال اللعيبه ديال البوشه؟ لا 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 لا، عطيني غير الرموز اللي عندك، عطيهم ليا باش نرتبهم هنايا في الطابلو باش نحلوا البيبان. يلا بالزربه وصبر، انا كنقلب على الطابلو. هذاك الاخر ديالو اللي قلت شي بحال ديال النعامه هو ابيض ياك؟ يلا دابا حلي معايا الدماغ. يلا سير محلول على اليمين ديري واحد الرمز دير بحال الفكرون، بحال الفكرون دير، وفيه واحد اللعبه خارجه تحت بحال الكراطه. اييه لقيتو، صبر على اليمين نديرها ياك. درتي؟ اييه درتو. عطيني الوسط، الحرف اللي كاين الوسط. الوسط دير بحال البوطو ديال الكره اللي كنلعبوا فيه كره، غير هو فيه واحد الدوار بحال الاستفهام بالمقلوب، والفوق ديالها دير بحال اللعبه ديال القنف ديال المهم راك كتعرفيها انت. لا ما عرفتهاش، عاود
هذا الوصف اللي عطيتيني عرفتي راه كيشبه ليا بزاف د الرموز هنايا، حاول تقرب ليا اكثر. عطيني الرموز اللي عندك اللي دايرين بحال البوطو اللي كنلعبوا كره وكنماركو. بزاف عندي، بزاف عندي، واحد كيشبه الكاس، واحد داير بحال صالب ديال الماسونيه، الاخر سميتو فيه واحد ثلاثه ديال الريوصه الفوق وثلاثه د الرجيلات لتحت بحال كيف ما كنرسموا دري وبنت، واحد داير نفس الشكل هو على شكل ورده فهمتي، واحد على شكل قطه عندنا تقريبا بحال على شكل قطه، ممكن بزاف. شوف لي داك البوطو اللي فيه راس واحد الفوق وفيه هذاك الراس دواره فيها علامه زائد. علامه زائد بوطو اللي كنلعبوا فيه كور اللي كنماركوا البيوتا المربع. ما سميتوش بوطو دونك، كاين واحد الخطيط صغير خارج على جهه اليمين، كاين واحد داير بحال علامه الاستفهام مقلوبه وسط البوطو، وكاين واحد لعبه خارجه بحال الراس بحال الدواره فيها زائد. اه لقيتو، صافي صافي اصاحبي صافي، يلا عطيني دابا ديال اليسر. انا غادي نعطيك ديال الرايس الليفر. المهم معي ليا هذا عنده بحال جوج رجلين فهمتي، والفوق ديالو بحال الكاس، الراس ديال الكاس ديال برا اللي كتحطو فيه الشراب عرفتي، وهذاك الراس ديالو بحال شادينو اليدين. صافي عرفتي، اييه هو تحل الباب. اوكي دابا عندي واحد الدروج كيهبطو لتحت ياك، خاصني واقيلا نهبط لتحت بدوك الدروج يمكن. بعقلي وصف لي شنو عندك تما، حيت انا عندي غير واحد الباب مكتوبه فيه جرين وعامر بالماء تقريبا. انا عندي بحال دخلت لواحد البلاصه فيها التشمتات ودابا باقي كنهول. اوكي تتوصل وقول لي شنو عندك، حيت انا هنايا عندي الدروج كيهبط لواحد الباب، اي ثينك انت اللي غدير شي حاجه من عندك هذه المره هذه. انا عندي واحد اللعيبه فيهم بحال ديك اللعيبه صنبور ديال الماء اللي كيسدوا منه الماء. هويلي راه كيعمر عليا الماء غادي نغرق المسخوط سربي. وقولي لي اني لون عندك باش نسد داكشي. جرين 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 خضر زعما. مكتوبه في الباب جرين والله سربي، وراه عندي الصفر والاحمر والازرق انايا، وما عرفتش انا كاتبين لي في الباب كانت مكتوبه جرين سربي، راه هادشي كيعمر بالماء. صافي دابا مزيان يا بدا كيهود الماء، وماشي جرين راه ازرق هذاك وفاش قدام البلاصه المسدوده اصلا راهي انا دخلت لواحد البلايص في شي شكل، عندي اليمين وعندي اليسر وعندي واحد الكتبه فيها برينك داون ذا جليدن لايت، خاصني نطفي الضوا ويمكن ما عرفتش انا دابا فين خاصني نمشي، ديك البلاصه اللي حليت لك منها الماء راه مسدوده، رجعت البلاصه فين كنت. ماشي عندي هاد البلايص كبارين، ها شي حاجه كتحرك بعقلي. حركت واحد اللعبه ما عرفتش شنو هادشي اللي شي حاجه كتحرك. شوف عندي واحد الطابلو زرق ياك، فيه كلب على شكل شمع. اوكي على شكل شمع، انا راه دابا انا تلف شنو والله حتى شي واحد كيتحرك عندي اقسم بالله. تخافيش انا معاك. A few moments later. كاين واش كاين شي بلايص دابا تما تقدري تحليهم؟ لي غير واحد اللعيبه الراس ديالها لونها ازرق حليتها. حليها دخلي منها، كاين دروج على الليفر ديالك. لقيتي واحد الدروج ملي حليتها على الليفر ديالك؟ لا ورايا ماشي قدام. دابا ديك اللعيبه اللي حليتي بحال الباب لا؟ لا كاينه غير واحد اللعيبه بحال كاين واحد الباب اللون فيه الوان بيضين. حلي حلي هذاك الباب اللي فيه البيض حلي. ما نقدرش ما وصلتش ليه. هانتي شوفي هذاك الباب الابيض، شوفي فيه شوفي فيه بقاي مقابله معاه. ها زيد دابا الباب كاين واحد اللعيبه على الليفر ديالك فهاد الدروج، تقدري تهودي لها تشوفي تما. اصبر انا غادي نهبط، ما عنديش شي حاجه في الليفر، عندي غير ديك الهبطه. كاين واحد الساروت الراس ديالو زرق حليتو ما عرفتش شنو. وهزي داك الساروت هزيه خليه عندك ولا شي بلانحه، وكرا داكشي اللي باغي نشرح لك انا، راه عاطيني هادشي. هذاك الساروت الزرق واش تقدري تهزيه معاك؟ ولا لاصق في الحيط بحال واحد الحديده. اي فهمت دابا هذيك الحديده كتهبط طيحه ياك، باش دابا غادي تدخل من هنا، ها هي من هنا هذاك الساروت كاين هنا، غتحل داك العيب. لا دابا حليت داك الباب اللي كان لونه زرق. صبر انا وراه هادشي اللي باغي نشرح لك انايا، هذيك اللعيبه زرقاء كتحل لك الباب زرق، غتلقاي ملي غادي تحلي الباب زرق غتلقاي واحد الساروت بحال الخضر، غتورك عليها غادي تحل لك الباب الخضر، ملي غادي تحل لك الباب الخضر غتلقاي الساروت الاحمر، غتورك عليها وغادي تمشي باش تخرجي من الباب الاحمر. اييه هو الباب الازرق تحل، انا دخلت غادي تلقاي واحد اللعيبه خضراء حيت الساروت توا في الخضر. اي هذيك في الخضر حليها. يلا حليت وانا كنقلب دابا على الباب فين كاين. كاين الباب الاحمر تمشينيش انا الدور على اليمنى، تعدي الدور على اليمنى الدور على اليسرى تلقاي باب خضر، غتحلي غتدخلي غتلقاي واحد اللعيبه حمراء سير. اه شيت هير وي جو اجين.